حبايب الحلوين الطعمين الصندتين، زيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وكل حاجة حلوة في الدنيا. النهاردة معتنا عشان نكمل حدوتة جدو علي الجزء الثالث. احنا المرة اللي فاتت يا اصحابي وقفنا لحد ما كانوا كلهم بيدوروا على الكتكوت ومش لاقيينه خالص ومش عارفين راح فين، وفجأة الكتكوت دخل عليهم وهو عمال يصرخ ويقول: يا جدو علي يا جدو علي الحقني يا جدو علي، سيو 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 سيو، يا جدو علي يا جدو علي خبيني وراك، الحقني الحقني. ايه يا حبيبي مالك مالك، ما تخافش، انت واقف جنبي اهو، ما تخافش من حاجه خالص، مالك قولي ايه اللي حصل يا ابني. الحقني يا جدو الحقني يا جدو، هياكلني هياكلني. مين يا حبيبي اللي هياكلك؟ بس الثعلب يا جدو الثعلب. فين الثعلب ده يا ابني؟ اهو يا جدو جاي يجري ورايا. انا هو هاكلكم كلكم، مش هاكله هو بس. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، انت مين انت؟ انت اللي مين؟ انا مستر شيب. انت مين؟ مالكش دعوه، انا مكلمي مش معاك دلوقتي. في ايه يا عم انت مالك؟ وانت مين انت كمان؟ انا ميسيس كاو، دوت بيتنا، انت جاي عندنا ليه؟ ها ها ها، بيتي كام وبيت. ايوه يا حبيبي دوت بيتنا احنا، انت في ايه بس؟ عاوز ايه؟ سيو 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 سيو، الحق يا جدو، ده عاوز ياخد بيتنا وكان عاوز يموتني. ايوه انا هموتكم كلكم، مش هموته بس هو. ليه كده يا ابني بس؟ في ايه؟ احنا عملنا لك حاجه يا حبيبي؟ ايوه عملتولي، انتوا خدتوا بيتنا، خدتوا بيتي، ده بيتي انا. بيتك ايه يا عم انت؟ ده بيتنا احنا. ايوه يا عم، في ايه؟ ده بيتنا احنا يا حبيبي، ده بيتنا احنا، انا شاري بفلوسي واحنا ساكنين هنا من زمان قوي. بيتك ايه بس؟ وكنت فين كل الفتره دي كلها؟ انا كنت نايم علشان كان عندي بيات شتوي، كنت نايم طول الشتاء، لكن دلوقتي خلاص الشمس طلعت والصيف جه وعايز ارجع بيتي تاني. سيبوني بيتي بقى يا حبيبي. بقول لك ده بيتي انا. طب انا شاري بفلوسي، انت شاري بفلوسك؟ ايوه صحيح، ولينا هنا تعالى. هو انت شاري بفلوسك؟ ايوه عاوزين نسمع صوتك دلوقتي، انت شاري بفلوسك؟ فلوس ايه؟ انا ما عنديش فلوس، لكن دوت بيتي اللي انا قاعد فيه، وطالما انا قاعد فيه يبقى بيتي انا. مفيش حاجه اسمها كده يا حبيبي، البيت دوت بيتنا احنا، احنا دفعنا فيه فلوس وعشنا فيه فتره كبيره جدا. جاي انت دلوقتي تقول ان هو بيتك انت؟ بقولك يا راجل انت، انا بقولك ان دوت بيتي، بالذوق كده تاخدوا بعض كلكم وتمشوا بدل ما هاكلكم كلكم والله. يا لا اله الا الله، ليه بس كده يا ابني؟ طب بص تعالى اقولك على حاجه، تعالى نتفاهم. البيت كبير زي ما انت شايف، ممكن كلنا نسكن فيه ونبقى عيله كبيره يا حبيبي. طب شايف اللي قدامك دول؟ انا اشتريتهم واحد واحد من السوق عشان انا راجل كبير وعايش لوحدي، عشان كلنا نبقى عيلة حلوة وسعيدة ونعيش مع بعض كلنا في سلام. انا ما بعيش مع حد، انا اتعودت اعيش لوحدي وهعيش لوحدي في البيت دوت. البيت دوت بتاعي انا، مش بتاع اي حد تاني، فاهم يا حبيبي؟ زي ما بقولك كده، البيت ده ينفعنا كلنا، كلنا ينفع نعيش فيه. لا اله الا الله، الراجل ده ما بفهمش ولا ايه؟ انا قلت لك ده بيتي انا وانا هعيش فيه لوحدي. اقول لكم ايه؟ بالذوق كده تمشوا بدل ما اذيكوا. وانا بقول لك ده بيتنا احنا واحنا عايشين فيه وامشي من هنا. بقول لك ايه يا ميسيس كا وانتي؟ انا قلت لك ان دوت بيتي. بقول لك ايه يا عم انت؟ انت كده شكلك بتاع مشاكل واحنا ما بنحبش المشاكل، انت عاوز ايه؟
انا اللي عاوز ايه يا مستر شيب؟ انت اللي عاوز ايه؟ انت قاعد في بيتي انت والراجل ده. يا حبيبي دوت بيتنا احنا يا حبيبي، عمال افهمك من الصبح، انا اشتريته من صاحبه، تحب تشوف العقد بتاعه؟ سيو 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 يا جد، ده ما بيفهمش خالص شكله كده، احنا عمالين نفهمه من الصبح وهو ما فيش فايده فيه. انت بتتكلم تاني؟ طب بصوا بقى، ده اخر كلام عندي، انا هروح اخطف الكتكوت دوت وهتشوف، واحنا الاتنين دلوقتي هنختفي. يا نهار ابيض يا جدو، ده شكله خد الكتكوت معاه. ايه ده ايه ده ايه ده، خد هنا. يا نهاري، بس اوعوا طبعا نتخلى عنه. لا نتخلى عنه ايه يا جدو، انا هروح ادور عليه. وانا كمان يا جدو، انا هروح معاها. وانا كمان، خدوني معاك وادور عليه. وراحوا يا اصحابي كلهم عشان يدوروا على الكتكوت ويشوفوا راح فين، وبعد شوية رجعوا تاني. يا خبر ابيض، اه يا ركبي اه يا ركبي، يا نهار انا تعبت قوي يا جدو ومش لاقيين، وايه الحل دلوقتي؟ طب انا اروح فين واجي منين؟ انا مش عارف يا حبايبي والله اعمل ايه دلوقتي، بس انا حاولت ان انا الاقيه، وحاولت اني ادور عليه في اي حتة بس مش لاقيه، وانتوا كنتوا معايا وشايفين. يا جدو نعمل ايه دلوقتي؟ وفي الوقت دوت يا اصحابي، كان في حاجة تانية بتحصل في الجانب الشرقي من الغابة اللي الثعلب اصلا كان نايم فيه طول الشتاء. في ايه يا عم انت؟ انت كل شويه تخطفني. سيبني بقى، سيبني اروح بيتي. انا مش هسيبك ابدا، انا هحبسك هنا لحد ما كلهم ييجوا واموتكم كلكم عشان اخد البيت بتاعي. يا عم انت، ده مش بيتك، عمال نقول لك ونفهمك، احنا اشترينا البيت ده، اكيد تعالى اشتراه وكلنا عايشين فيه من زمان، وهو قال لك تعالى عيش معانا، انت ليه شرير كده؟ ايوه انا شرير، ودي طبيعتي، هغيرها عشان خاطرك. يعني انا شرير ودوت بيتي، وهاكلكوا كلكوا وهطردكوا كمان، وانا اللي هقعد فيه لوحدي. يا سيدي طب ما الطيب احسن، ما احنا ممكن كلنا نعيش فيه. سيو 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 سيو، نبقى اخوات ويبقى ليك عيله. عيله؟ انا مش عايز يبقى ليا عيله، انا دايما احب اروح لوحدي. خد هنا، انت بتجري رايح فين؟ هو انت فاكر هتهرب مني؟ انا هجيبك في كل الاحوال، هجيبك. فاكر هيهرب مني؟ والثعلب يا أصحابي جاب الكتكوت وحبسه، والكتكوت ما عرفش يخرج أبدا، وعمال يعيط المسكين علشان لوحده من غير عيلته، ومش عارف يعمل إيه لأن هو زغنطت خالص. وفي الوقت ده يا أصحابي، كان الثعلب بيغني وبيقول: لا 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 لا، كنت قاعد هنا لوحديكم كلهم قعدوا معايا، مضايقني كده في عيشتي، وكمان شفتين كل هوايا، انا لازم اعمل خطة علشان تخلص الحكاية، واقعد اجري تحت فوق، واللي يجي هنا عندي احسن له يمشي بذوق.
يرش الثعلب يا أصحابي علشان يشوف الخطة اللي هيعملها علشان يأكلهم كلهم. لكن في الوقت دوت جدو علي ومستر شيب وميسيس كاو دخلوا في الجانب الشرقي من الغابة عشان كانوا بيدوروا على الكتكوت. ما هم مش معقول يا أصحابي هيسيبوه، لأنهم كلهم صحاب وكلهم حبايب وكلهم عيلة واحدة. احنا جينا هو يا ولاد اهو وعمالين ندور عليهم بس انا مش شايفهم ابدا. متخافش يا جدو، احنا هنلاقيه دلوقتي. يعني هو هيروح فين؟ انا عارف ان هو كان بينام هنا. ايه يا جدو، انا عارف ان هو قاعد هنا، يعني هنلاقيه هنلاقيه، اصبر بس شوية كده ويلا ندور عليه. وقعدوا يا اصحابي يدوروا عليه، وفي الوقت دوت دخل الثعلب. انتوا جيتولي برجليكوا لحد هنا، ده انا هموتكوا كلكوا. وبعدين معاك يا ابني بقى، يعني انا سكيت لك من الصبح وعرضت عليك ان انت تيجي تعيش معانا وانت مفيش فايده، الشر في دمك. ايوه قلت لك يا راجل انت، انا الشر في دمي، انا اصلا شرير، عاوزني ابقى طيب ازاي؟ وبعدين معاك بقى، هو انت باين عليك الذوق مش جاي معاك. احنا فهمناك كذا مرة ان احنا لا يمكن نتخلى عن بيتنا، وكمان لا يمكن نتخلى عن صاحبنا الكتكوت. بقولك ايه، بص بقى، احنا كتير 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 قعدنا نكلمك بالراحة وانت مفيش فايدة فيك. يعني عايز ايه انت دلوقتي؟ عايز تسمع الكلام يا عم انت، ما ينفعش اللي بتعمله دوا. هات الكتكوت وعيش بسلام وابعد عننا عشان محدش فينا يأذيك. انتوا هتأذوني انا؟ ده انا أذيكوا وأذيكوا كلكوا. استغفر الله العظيم يا مستر شيب، دوت شكله ما بيسمعش الكلام. انت عندك حق يا ميس كاو. طب نعمل ايه دلوقتي يا ولاد؟ احنا عاوزين نتكلم مع بعض شوية الاول ونشوف هنعمل ايه في الموضوع دوت. يا جدو يا جدو، نعمل ايه بس ايه؟ ما انت شايف اهو هو مغلس خالص وعاوز ياخد البيت. وما بيقولوا ايه كده بينهم ومن بعض يا اخواتي؟ وهو انا هفضل مستنيهم كده؟ بقولك ايه، هتمشي بالذوق ولا لازم نستعمل معاك العافية؟ انتوا هتستعملوا معايا العافية؟ طبعا، انت مش شايف يا ابني احنا تلاتة، يعني اكيد اكيد ممكن نضرب، بس انا معايا الكتكوت صاحبكم، مش تقدروا تضروني. على فكرة احنا هندور عليه لحد ما نلاقيه. وروني شطارتكوا، باي باي. وجري الثعلب وسابهم لوحدهم. يا خبر ابيض، ده سابنا.